اهلا اهلا، معكم مها من قناه مهز دايري. الاخبار يا جماعه، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. فيديو النهارده مختلف شويه، هوريكم حاجه جديده من ديور ومعايا مفاجاه في الفيديو، فخليكم معايا. طيب قبل ما نتكلم عن الحاجة الجديدة اللي قلت لكم عليها من ديور، عايز اقول لكم ان اختي دينا معايا في الفيديو. اهلا. فدلوقتي هنعمل انبوكسنج للشنطتين دولت. stay tuned. يلا مبدئيا قبل كل شيء عايز اوريكم حاجة هنا في الكيس دوت، بس قبل ما نتكلم عليها ايه رأيكم في الديزاين الموجود والالوان الذهبي والكحلي في الابيض والايد كمان لونها كحلي؟ ايه رايك دينا في الديزاين ده؟ رهيب، يعني انا حبيت الالوان، حاسه الالوان متناسقه موت. انا بحب دايما النقشات بتاعت الديور، يعني البرنت او الطبعه بتاعت الديور بحسها مميزه كتير. فعلا هم عندهم يعني احسن باكجينج الصراحه واحسن ديزاينات. اللي عرفته بعد كده انه هم بيستعينوا بديزاينرز مخصوص علشان يرسم لهم الحاجات ديت، وكل سيزن بيكون في ديزاينر مختلف هو بقى اللي بيصمم لهم الرسومات والحاجات اللي موجودة ديت، يعني على الكياس او على البوكسات. يلا نفتح. مستعدة؟ مستعدة. الحاجة اللي عايزة اوريها لكم هي الست او باليت المكياج ديت، دي من الكولكشن الجديد، برضو واخدة نفس الباكجينج بتاع الكيس بالظبط، ما عدا من ورا مرسوم عليها الرسمة نفسها. هنفتحها نشوف شكلها عامل ازاي. واو واو، بصراحة تحفة. ده احنا لسه دخلنا شفنا الالوان عامله ازاي، يعني احنا بنتكلم بس عن المنظر اللي بره. ايوه. حبيت الاسود مع الجولد. انت تعرفي ان ده اصلا جلد، يعني امسكي هتلاقيه كده واخد ملمس جلد شويه. طيب مستعدين تشوفوا الجمال اللي جوه؟ واو تحفه، حبيته. حبيت الشمر، رهيب الشمر، يجنن. شوفي دوت لونه رهيب، وكمان اللون ثالث لون مميز بحسه. ده البني. انا عجبني اكتر حاجه الاثنين دولت والوردي. مش هقدر اقول عليه وردي برضو شويه، هو تحسيه كده كانه روز جولد، يعني حتى ثالث لون تحسيه مش بني كتير، صح؟ مش عارفه. يعني الالوان غريبه شويه، حلوه بس حلوه. شفت ناس على فكره بيشيلوا الجزء دوت وبيستخدموا دي مثلا از كارد هولدر، او صح. بيحطوها مثلا على المكتب بتاعهم، يحطوا فيها البيزنس كارد او هي حاجه. حلوه يعني. فكره البيزنس كارد او المفتاح ممكن، صح، ممكن مفاتيح على المكتب كمان. عمليه الصراحه حلوه، حلوه بجد. يعني كنت خايفه ان هي ما تكونش حلوه للاستخدام اليومي، بس على فكره عادي، يعني الالوان محايده حلوه. حوادث فتح البوكسات الصغيره، لازم يا اكثر ضافر يا اشتري مانيكير. لازم يعني. مستعدين؟ البيج بوس بجد. انا متحمسه جدا على الحلقه اللي جوه بجد. طيب تتوقع ايه الحاجه اللي جوه؟ هي غير متوقعه صراحه، هي غير متوقعه فعلا. لان هي جديده عليا انا شخصيا. طيب خلينا نديكم فكره الاول عن الموضوع اللي جوه. الحاجه اللي جوه اللي هي الادفنت كالندر من ديور 2021. ايه هي فكرة الادفنت كالندر يا دينا؟ اوكي، معلومات اللي عنها، هي عبارة عن بوكس بيكون فيه بيكون مرقم من 1 لـ 25 بالضبط. بتفتحيه كل يوم، بتفتحي رقم، بيكون عبارة عن هدايا صغيرة من الماركة. بالضبط، يعني هي زي بوكس كبير جواه ادراج او ارفف او ابواب، بتفتح الباب ده كل يوم، وكل يوم فيه مفاجأة اللي هي الهدايا الصغيرة من الماركة نفسها. اوكي، عشان كمان تكونوا عارفين انه في ناس بتفتح كل يوم رقم، هي المفروض كده اصلا، بس احنا هنفتح النهارده كل الارقام. ويلا نشوف مع بعض. صراحه مش هقدر، يعني انا استنى ان انا افتح كل يوم واحده، لا انا عايزه اشوفهم كلهم في يوم. ايه على فكره، مش احنا بس، كمان احنا شفنا كتير ناس تعمل نفس الموضوع
وقلة قليل جدا منهم اللي بيستنوا يوم يوم بيوم. صح. معظم الماركات على فكرة عاملين منها, اتوقع شانيل عاملين واحدة منها الديزاين بتاعها رائع يجنن, بس مشكلتها ايه؟ المحتويات مش واو بصراحة, يعني اغلبها ستيكرز. تخيلوا اغلبها ستيكرز, وكم حقها يعني 800 وشوية دولار, $885 بالضبط. اوفر برايس على الفاليو المقدمة للعميل بالضبط. فاللي بيجيبها مش بيدور على قيمة, هو كولكتر او بيحب يجمع الحاجات بتاع ديور وكده, فعشان ديور عشان شانيل بيحب يجمع الحاجات بتاعته, فعشان كده يعني مش فارق معاه القيمة بتاعتها. لكن اكيد احنا كلنا بنبص على القيمة يعني مقابل السعر بالضبط. كفاية بقى كلام كتير ويلا. ترى ايه رايكم؟ شكلها مبدئيا تحفه بصراحه, رائع. فكره الباب اللي هيتفتح بعد شويه دوت ويبين فيه بقى كل الجمال اللي جوه والحاجات, ده عباره عن كتيب بوكليت مكتوب فيه ايه هي الحاجه اللي جوه. اي ثينك زي ما انتم شايفين اللون طبعا ابيض, وهنا اللوجو بتاع ديور باللون الذهبي. مستعدين؟ واو تحفة. ايه الجمال ده, I'm speechless بجد. الالوان مع الديزاين رهيب بجد, ميكس رهيب اصلا بين الذهبي اللبني او السماوي كحلي ابيض. مش عارف في حاجات كتير, بس في حاجات كتير احنا مصدومين. احنا اوريدي شفنا لها فيديوهات يعني الصراحة, وشفناها في المحل كمان, بس بصراحه وانا في المحل ما حبيتش ان انا اقعد ابص عليها كتير. قلت لها دينا ابعدي, خلينا نتفاجئ بيها ونشوف بعد كده يعني رد فعلنا تبقى عامله ازاي. زي ما دينا قالت قبل كده انه هي زي بوكسات او ادراج او ارفف مرقمه, يعني زي ما واخدين بالكم هنا مثلا 24 16 20 13 1, كل باب من دولت لو واخدين بالكم هنا في ابواب بتفتحوا بيكون ورا هديه بالترتيب. هنفتح من واحد ل I think اخر رقم 24. 24 فيش 25؟ لا مفيش 24. هو كل براند على حسب, يعني شانيل بيبدا من 5 اتوقع ل 25 او ل 27 مش فاكره. I think ال 31 تقريبا بيبدا من 5. احنا هنا عندنا بيبدا من 1 لحد من 1 ل 24. 24 اخر رقم. طيب تعالين مين يفتح البوكس الاول؟ تعالي نلعب حجره ورقه مقص. يلا مين هيفتح, مين هيفتح البوكس الاول؟ حجرة ورقة مقص. اوكي بتاعت يلا دينا. دينا هتفتح البوكس الاول. واو 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 تحفة تحفة. هاتيها يلا. السايز مش طبيعي, السايز بيبي بيبي سايز بجد. اوكي اول واحد عبارة عن ميس ديور اسمه روزن روزس. طبعا السايز يا جماعة الحجم شوفوا يعني قارنوا. قاعد عقلة الصباح. عقلة تحفة. حلو للشنطة, حلو للسفر, للسفر يعني حلو حلو الصراحة بس اتوقعش ان هي سبراي صح؟ لا مش سبراي, اعتقد ان هي بس تحطه كده وخلاص. تحفة يا جماعة بجد. شمميني ريحته, انا مش معرفوش دوت. اوه ماي جاد ايه ده, تحفة حلوة قوي فريش. اوكي ده كان رقم واحد. يلا حجر رقم قص تاني ولا افتح انا؟ يلا حجر رقم قص. يا رب اكسب. يلا حجر رقم قص. طق 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 طق. وبعدين عايز اكسب. انا دايما لما العب اللعبه دي بختار حجر عشان اكسب. عادي ممكن اختار ورقه واكسبك. والله انا كنت عارف ان الورقه دي 12. اوكي لا دوري على رقم 2 اهي. اوكي رقم 2 ياي ديور فاونديشن رقمه 2N. طبعا كمان الحجم زي ما انتم شايفين تحفه. بحس ريسكي قوي ان هم يحطوا فاونديشن في ادفنت كالندر, يعني افرضي مثلا انا بيضه جدا او افرضي انا سمره جدا درجتي مش هتناسب اللي محطوط صح. ممكن ريسكي شويه, بس اي ثينك هم حاطين لون محايد يعني ممكن يكون ده الدرجه الوسط عندهم يعني ممكن ات كود بي صح.
لاني صراحه ما يعني انا جربت فونديشن ديور زمان بس نسيت طبعا لاني من زمان بطلت احطه، فمش عارفه الدرجات عندهم ايه، بس ممكن يكون ده لون محايد. بس زي ما انتم شايفين لون اوكي، يمكن لاقي على ايدي، ممكن اي ثينك هي لاقي عليكي. اوكي ده كان رقم 2 يا جماعه، فونديشن ديور فور ايفر سكن جلو. اتوقع هيمشي مع درجتك على ممكن. فكره ممكن ايوه هنلعب ولا افتح انا؟ نلعب هنلعب لو كسبت هفتح، لو ما كسبتش برضه هفتح. لا نلعب وكسبي انت خلاص. انا ورقه يلا حجره ورقه مقص. اخيرا كسبت مجهودي. طب فين رقم 3؟ فين رقم 3؟ بسم الله رقم 3 اعتقد جنب الثاني. لا دي 23. اهي رقم 3 اهي، رقم 3 اهي شايفينها. هتتفاجئي من الحاجه اللي جوه، هتنصدمي، حاجه بتحبيها اشوف. واو. انا يعني اول شيء بيلفت نظري صراحه الحجم مش طبيعي يا جماعه. الحجم اوفر صغير. كيوت 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 بجد، كيوت قوي. ده برفان ديور سوفاج، برفان رجالي. أنا كمان اي ثينك ان هي رول، اعتقد نفس ديور. نفسه بالظبط. بيعجبني الاهتمام بالتفاصيل، يعني شايفين هنا مكتوب سي دي اذا باينه معاكم، يعني ممكن بكل بساطه اصلا ما يحطوش هنا اللوجو بتاع ديور، يقول لك خلاص هي كده صغيره مكتوب عليها هنا سوفاج انتهى الموضوع، بس حاطين اللوجو في كل مكان. أيوة صح. فالاهتمام بالتفاصيل ده هو اللي بجد بيحببني في الماركه اكتر واكتر. يلا دلوقتي هفتح رقم 4. فين رقم 4؟ اهو انا مش شايفه. انت شايفه طبعا صح. حاجه برضو كيوت اوفر. ايه يا جماعه مش طبيعي الحجم. والله انا كل حاجه اشوفها بنبهر بالحجم. ما هذا شايفين؟ او ماي جودنس. ايه ده؟ واو واو. عسل ناعم ناعم. عسل ناعم. طيب يا جماعه دوت ليب جلوس من ديور اسمه ديور ادكت ليب ماكسمايزر، عقلتين بالظبط لو واخدين بالكم. ينفع على شنطنا، انتوا ما تعرفوش شنطي انا ومها كلها صغيره، فاحنا يعني بجد هينفع على شنطنا خلاص بالظبط، فده مناسب جدا لينا. اوكي رقم 5 هنا نفتح. اوكي رهيب جدار. رهيب رهيب جدار. جدار صح. اوكي ما هذا الجمال؟ جدار. عسل تحفة تحفة تحفة. السايز الثاني او رابع، السايز تحفة، الريحة جميلة جدا. اشم ريحته كريم. تحس ريحته كريم صح؟ ايوه اعتقد في كذا نوع لجدار. مش عارفة ده اي نوع صح. منهم مش مكتوب وتش غريبة لانه بالعادة بيكونوا كاتبين على الازازة تفاصيل اكتر. بالضبط. كريستيان ديور ده يا جماعة 5 ملي. كمان لازم اوريكم الحجم مقارنة بصوابعنا. رقم 6. رقم 6 هنا. اي ثينك دي حاجة سكين كير. بالضبط. طيب ده سوبر بوتينت سيرم. اوكي 12 ملي. اوكي بصي حاطين اخيرا حاجة كده بال ابليكيتر دوت يكون اسهل يعني. اي ثينك ده كان عندي منه تستر قبل كده، على فكره تقيل الكميه كويسه، كان عندي منه تستر قبل كده وجربته وعجبني فعلا، كان حاطين لي منه 7 ل7 ايام يعني اسبوع احساس تعرف مفعول خلال اسبوع. نرجع تاني نتكلم عن اهتمام بالتفاصيل والاسم اللي موجود في كل مكان، يعني ده نفس الشكل بالظبط بتاع الحجم الكبير الحجم الاساسي. اوكي رقم 7. رقم 7 اهو تحت. اوكي يا جماعه رقم 7. مناكير. مناكير ديور لون احمر. اي ثينك ده رقم 3 ساعات. 3 ساعات. واو اهو يا جماعه اللون تحفه. لو ما كنتش حاطه اللون الغامق ده كنت جربته على ايدي. بس مبين الاحمر. الاحمر احمر عارفين الاحمر اللي هو الدم الغزال ده ولا دم الغزال بيبقى غامق؟ لا دم الغزال غامق صح. لا بجد اللون يعني احمر احمر يعني.
اوكي اعتقد انه اللون ده يا جماعه معروف عندهم اسمه روج 999. اللون بجد حلو قوي على الطبيعه. الاحمر بحس ان هو لازم يكون موجود عند اي بنت. اوكي وده كان رقم 7. طيب دوري رقم 8. اوكي ده باب كبير. يا رب تكون اللي ببالي. يا رب تكون اللي ببالي. اعتقد اللي ببالي ميزون كولكشن. هي واحده بس اللي انا بحبها. يا رب تكون هي. لا شيء امبرنات دي امبرنات. الحجم يا جماعه انتوا مش متخيلين ان كنت تشوفوا حاجه في المحل كبيره بعدين تشوفوها صغيره في الفيديو في الحقيقه بجد حلوه. شمي دي ريحتها. واو ريحتها خفيفه 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 تكاد لا تكون موجوده اصلا. بتبصوا هي في النهايه اراء الصراحه يعني. انا شايفاها صباحيه. انا شايفاها شتوي بالليل بس. دي انا شايفه ان هي الصبح وخفيفه. انا مش شايفه ان هي خفيفه خالص على فكره. امبر نوت لا شايفه ان هي تقيله الصراحه. ممكن نكتب لكم المكونات بتاعتها هنا في الشاشه على فكره بتاعت كل بارفان بنشمه. نكتب لكم النوتس بتاعتها ايه مكوناتها يعني من جوه بالظبط عشان تبقوا عارفين احنا بنتكلم على ايه بالظبط. انا عارفه ان هو صعب شويه ان الواحد يوصف بارفان. البارفان ما بيتوصفش بيتشم. بالظبط. بس ممكن نقول لكم مثلا المكونات عشان بس ايه يبقى عندكم فكره ايه هي الحاجه اللي جوه بالظبط. ودي كانت رقم 8. طيب دلوقتي رقم 9. دوري كدينا. رقم 9 9 اهو 9. سكين كير. رقم 9 عباره عن سكين كير غسول للوش اسمه ديور برستيج. انا مجربتوش قبل كده بس ما عنديش حاجه زي كده زيه يعني في الوقت الحالي فاحب ان انا اجربه. خليني اشم ريحته. والله ريحته حلوه تصدقي. عجبتك ريحته؟ كتير بجد ريحته عجبتني. ريحته فريش. صح كتير. بحب روايح ال حلو. احب روايح الفيس واش اللي بيكون ريحته كده نظافة اكتر. كمان الحجم مرة تانية جميل جدا. اوكي رقم 10. فين رقم 10؟ برفان. يا خلوسي. رجالي. ده رجالي كمان. ايوه صح. جميل جميل كشكل. خلينا نشم الريحة عامل ازاي. شوفي كده انه مش زي التانيين. بلا سفاج بلا اي برفان تاني في حياتك. واو ايه ده بجد. طب مش طبيعي. مش طبيعي يا جماعة. بصوا عايز اقول لكم حاجة. احنا انا ومها بنحب ده جدا بنحبه جدا اللي هو سفاج. اوكي وكان عندنا البست عندهم. انا بالنسبه لي دلوقتي بعد ما شميت ده ريحته احلى. ده اسمه ديور هومي صح. يا رب اكون منطق اسمها ديور. صح. لا 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 جبيل خطيبك جبيل باباكي جبيل جوزك ريحته ريحته جميلة, جميله جدا. رهيب الصراحه عجبتني قوي. دلوقتي رقم 11. رقم 11 هنا اهو. اوكي اوكي اي ثينك انه سكين كير كمان. سكين كير. اوكي رقم 11 يا جماعه عباره عن كريم ميس ديور. ده هاند كريم. ريحته خلينا نشم ونقول لكم. نفس ريحه البرفان بالظبط على فكره. ريحته يا جماعه حلوه جدا بجد. انا برضو ما استخدمتوش قبل كده. انت استخدمتيه معاه؟ عندي زيه. فاكرين الفيديو اللي انا عملته قبل كده مشترياتي من ديور للعيد؟ هسيبه لكم هنا في الاي او في الديسكريبشن بوكس اللي لازم تتفرجوا عليه. كان عندي سيت كامله فيها البادي لوشن والهاند كريم والبرفان نفسه. فا I tried already before وكان عجبني جدا. أنا بالعادة مش بحط أو مش بشيل معايا في الشنطة هاند كريم بس حابة يكون عندي حاجة زي كده يعني سيمبل وصغيرة ويعني أخدها معايا كل مكان. فده كان رقم 11. أوكي دوكي رقم 12. أين أنت يا رقم 12؟ فين رقم 12؟ أوكي قدامنا ومش شايفينه. سكين كير كريم. واو انا بحب الكريمات المنظر الكريمات دي. بحب الكريمات والله. على فكره الحجم مناسب جدا. اوكي رقم 12 هو عباره عن فيس كريم مكتوب عليه سيل انرجي
I think ده حلو قوي للسفر في الشنطة، يبقى حلو يعني كده تاخديه معاكي في كل حتة الصراحة. اوكي رقم 13 دينا. رقم 13 مش انا شفته بس هقول لك تكتشفي. ايوه صح. اوكي رقم 13 اهو، ماسكارا. اللي يحكم الشكل بتاع الفرشه من جوه. بالظبط الشيب بتاع الفرشه اللي من جوه هو اللي يحكم اذا كويسه. في منحنى في الفرشه انا بحب انه يكونوا يعني متقاربين من بعض، شعر الفرشه من فوق يبقى متقارب ما يبقاش متباعد، وده بالنسبه لي اوكي لانه بحس بيدي يعني نتيجه وفوليوم اكتر احلى للرموش. فبصراحه يعني حلوه، طبعا ما جربتهاش، انا بتكلم لسه بس على الفرشه، ولا مره جربتها قبل كده، ما اعرفش النتيجه عامله ازاي. بس ده كان رقم 13 ماسكارا ديور شو. اوكي رقم 14 اهو، كمان سكين كير. اوكي ده رقم 14 هو ديور برستيج لا كريم فيس كريم ميد ان فرانس. بالظبط اه يا كلوسي عسوله والنبي عسوله، كانت كوتة قوي ريحه كريم سبا. ريحه كريم سبا بالظبط. كانك بتعملي سبا وريحته كريم. انا عندي ده اصلا الحجم الكبير برضو حلو قوي، و كنت بستخدمه باستخدام يومي يعني للترطيب وكده وكويس. اوكي رقم 15. 15 هنا عندي اهو فوق. طيب اوكي عرفت ايه هو رقم 15. اوه اوكي شوفوا اللون. واو واو تريبل ناين. اي ثينك انه تريبل ناين صح؟ ايوه صح. حفظت خلاص. هم حاطين اصلا تريبل ناين في كل حاجه. ميني سايز صح؟ اه مش الفول سايز. اه شايفين هنا مكتوب ديور. حابه شكله موت بصراحه، يعني شكله حلو، حابه شكل الروج. لونه طبعا يعني معروف، يعني اللون ده يبقى عامل ازاي، جميل جدا بحبه. بحب الاحمر، صحيح انه جريء بس برضه بحس لازم يكون عند كل بنت. اوكي ده شكل العلبه من فوق. ده كان رقم 15. اوكي رقم 16 هنا. مستعده؟ مستعده. ولا شفتي اوريدي؟ شفت. اوه انا كنت عايزه اصلا اجربه. واو ده الشكل الجديد. بالظبط ده الشكل الجديد بتاع بيس ديور اودو برفيوم. اللي عرفت ان هو نفسه البرفان القديم بس عاملين حاجات جديده فيه، ضايفين فيه مكونات. اه بالظبط مكونات غير عن التاني، وعلشان تفرقوا بينه وبين الاولاني حاطين الفيون كديت عكس، عشان تفرقوا بينه وبين دوت حاطين دي الريبون اللي هي جديده شكلها جديد ملونه كده. بالظبط ودي اللي هي ثابته يعني بلاستيك فيها. هني عشان ريحته. واو شمي. حلو حلو قوي. بجد حلو جميل. ام ان لوف. اوكي رقم 17 هنا. 17 عندي كويس. أوكي. الحاجات اللي انا بفتحها بتبقى عندي. يا جماعه ده كان رقم 17، عباره عن برضو فونديشن من اسمه فوريفر، درجته 2N نفس درجة الفونديشن اللي صورته لكم في الأول. ده مات. I think the matte. التاني مش مات، التاني كريمي. ده الفرق بينهم، مش عارف إذا واضح. أنا قلت لكم من قبل إن ده جربته قبل كده، خاطري أجرب المات، يعني أنا عايز أعرف إيه يعني كفرج اللي هيدي للوش. حابة أجربه. ده رقمه 1D01 والعادي رقمه 1C01. شكله كيوت، حلو ان العلبة كمان مات. حلو للاستعمال حوالي من مرتين لثلاث ماكسيموم 4 مرات، وده كان رقم 17. اوكي رقم 18 فين؟ كمان رقم 18 سكين كير. اوكي عرفته دوت اي سيروم. اي سيروم على فكرة ليه
مكان انك انت تحطي منه دايركت تشوفي. واو. بتحطي من هنا وبعد كده مثلا بتوزعيه بالجزء دوت كده يعني حوالين العين. حبيت ان هم عاملين حساب حاجه زي كده حتى لو هي حجم صغير. صحيح. كان ممكن بكل بساطه يكونوا حاجه زي دولت اللي طلعناهم يعني، بس حبيت الفكره بصراحه، انه هنا حاطين لك علامه علشان تعرف هتقفل منين يعني بالظبط، ما تقفلش كده وخلاص. وبس ده كان رقم 18 الاي سيرم من ديور. دلوقتي رقم 19 هنا كمان سكين كير. اوكي يا جماعه، ده رقم 19 عباره عن فيس لوشن اسمه ديور برستيج. ده شكله من جوه. اوكي، حبيت الابليكيتر جدا والله، شكله بتحسي اللون بتاعه كده شهي صح، بيحمس على الاستخدام. هو فيس لوشن، ده كان رقم 19. اوكي قربنا نخلص رقم 20 اهي. اوكي اعتقد يا رب تكون اللي في بالي ميزان كوليكشن، بس يا رب تكون هي، يا رب تكون هي. جري. اوكي عشان تكونوا عارفين، مها عشقت ريحه البرفيوم ده. اوكي ده برفيوم جريب من ديور، اكتر واحد بحبه من ميزون كولكشن. ده اكتر واحد حبيته الصراحه، وبجد ريحته حلوه قوي. ريحته الصبح يعني صباحيه جدا. شميتي ريحته؟ ريحته صباحيه جدا، ريحته حلوه جدا وصيفيه واستخدام يومي، و ريحته فريش او ريحته باودري. بصراحه مش عارفه ايه النوتس، زي ما قلت لكم قبل كده هحط لكم المكونات بتاعته هنا عشان تبقوا عارفين المكونات بتاعته ايه بالظبط، بس سو فار لازم يتجرب ده يا جماعه، رهيب بجد. حتى الكولكشن بتاعته كامله حلوه، في منه الهاند سوب والشارجل اظن، وفي منه كمان الشمع. يلا افتحي 21 يا دينا. 21 ديور برستيج سيرم، ادفانسد سيرم. على فكره اتوقع هو نفس الكولكشن ديت برستيج. أيوة. سيرم فور فيس اند نيك، ده يا جماعه للوش والرقبه، سيرم للوش والرقبه. اعتقد زي ما قالت مها هو نفس كولكشن الثاني. واو واو، هو كده كده زي، طبعا انا مصدومه من الحجم اللي هو فيه، لانه ده في الحقيقه حاجه قد كده يعني حاجه كبير جدا. السيرم نفسه من جوه فيه زي كده حبيبات، ما عارف شكله يعني، شكله كويس، شكله حلو من جوه. ده كان رقم 20. 20 بالظبط. اوكي رقم 21. اوكي ده كان 21. طيب ماشي، بقى انا هفتح 22. تفتكري ايه 22؟ حاجه بيرفيوم مش عارف تقريبا. لا مش بيرفيوم، سكين كير. لا مش سكين كير، بيوتي. بيوتي بالظبط. 22 يا جماعة، هو لبستك تاني. اللون ايه بقى؟ واو اللون واو اللي واو كنت واو عايزة اشتريه. واو اللون ده اللي كنت عايزة اشتريه، تحفة تحفة تحفة. كم رقمه؟ ده رقم 100. رائع، اللون حلو قوي، نفس لون صح نفس اللون بالظبط على فكرة، النود برضو مكتوب عليه ديور هنا على اللوج نفسه. في المجموعة بتاعت الكلاتش الصغيرة بتاعت ديور اللي صورتها في الفيديو اللي فات، كان نفسي يكون فيها اللون دوت جدا، كنت هموت عليه الصراحة، وكان نفسي فيه لانه درجته حلوة جدا في الحقيقة. قلت خلاص بعد كده مرة تانية بقى اروح اشتريه من عندهم يعني، بس ما كنتش اعرف الصراحة ان هو موجود هنا في الكالندر، مع ان احنا شفنا الحاجات بتاعتها المكونات بتاعتها قبل ما نشتريها يعني، عارفين ايه اللي جوه، بس ناسي ان هو فيها الصراحة. ففعلا اتفاجئت عليه وانبسطت ان هو موجود. وده كان رقم 22. رقم 23، ده رقم 23 تاني جدور. احنا قلنا كان معانا الاول برضو في جدور، ده كان في البداية، وده ريحة تانية. في اختلاف بينهم اكيد انا متأكدة، بس محتاجين نعرف ده اي واحد وده اي واحد. مش مكتوب عليه قوي، او مكتوب عليه بس الكتابه صغيره خالص. واو ريحته حلوه، ريحته حلوه يا جماعه جدا بجد والله، يعني بجد ريحته حلوه، مش قادره اشم لان لسه شم ده. اوكي ده مختلف تماما عن ده. ايوه يعني فرق كبير منهم، بس حلو كمان.
وده كان رقم 23. اوكي احنا كده نعتبر خلصنا اخر رقم اللي هو 24 طلع من نصيبي انا. فمتحمسه الصراحه اعرف ايه الحاجه الاخيره اللي في الرقم 24. عاده الحاجه اللي بتكون في الرقم الاخير او في البوكس الاخير في الادفنت كالندرز بتكون الحاجه اللي سبيشال في كل الحاجات اللي موجوده تحت دي كلها يعني. بس بصراحه انا بالنسبه لي كلهم سبيشال صراحه. فخلينا بقى نفتح نشوف ايه هي الحاجه الاخيره. مستعدين؟ يلا. انا متحمسه. اوه وعرفتها عرفتها. كمان عرفتها. بصراحة في صعوبة شوية واحنا بنطلع على حاجات. ما انت كنت حابة دي بالضبط. ديت الشمعة بتاعت 30 مونتاجن. صراحة مش عارفة ايه الكلمة اللي موجودة. يلا الباكجينج. مستعدة نفتحها وننصدم من الجمال اللي جوه. عجبتني فكرة ان هم مهتمين باخر بيس او اخر قطعة في الادفنت كالندر ومغلفينها وحطينها جوه بوكس. وهي يا جماعة شمعة. اول حاجة حط لكم هنا بوكلت. بعدين تارا. اوه ماي جاد. شكلها جميل. انت شمع الريحة اللي طلعت؟ ريحتها سبايس. ريحتها سبايس بس حلوة جدا. بس حلوة يعني. مش الريحة المؤذية. الريحة الخفيفة اللي هي يعني ممكن تنفع تشغلوها الصبح مثلا مع كوباية القهوة بتاعت كل يوم الصبح. ريحتها حتى الديزاين نفسه يا جماعة. على فكرة الديزاين اللي مرسوم هنا كله هو نفسه اللي على الكالندر نفسها كمان. وطبعا دي اكيد من الميزون كولكشن فعشان كده هما مهتمين بالباكجينج بتاعها لان ده المفروض اللي هو الجزء البولد اللي عندهم يعني. برضو الحاجة اللي نرجع نتكلم عليها تاني هي الحجم بتاعها. بص قد ايه. انا صراحة ما عنديش ولا شمعة صغيرة كده. كل الشموع اللي عندي اللي من Bath & Body Works كلهم الحجم الكبير دوت اللي هما اللي فيه تلت فتيل او تلت شمعات. بس دي اول مره يكون عندي حاجه بالحجم ده بصراحه. يعني وقعت في غرامها بجد. حجمها يجنن وشكلها حلو قوي. وبس احنا خلصنا بقى كل الابواب. اخر حاجه كانت الباب رقم 24 اللي طلعت منه الشمعه. سو فار انا بصراحه عجبتني كل الحاجات. انت يا دين عجبتك ايه اكتر حاجه؟ انا عارفه ان عجبتك كل حاجه بس ايه اكتر الحاجات اللي عجبتك فيهم كلهم؟ اكتر حاجه ممكن اقول الاي سيرم. الاي سيرم دوت ايوه ده اكتر حاجه عجبتني. تاني حاجه عجبني برضو البرفيوم ده اللي هناك اللي هو اللي قلنا عليه اسمه هومي يمكن. ايوه ده ريحته رهيبه الصراحه يعني. بجد حلوه. عادي على فكره ممكن ينفع يوني سكس. هو رجالي بس ممكن ينفع يوني سكس. وعجبني كمان الحاجه اكتر حاجه عجبتني اللي هو الدرجه دي بتاعت الروج دي كمان رقم 100 عجبتني جدا. وانت ايه الاكتر تلات عجبوكي؟ اكتر تلاتة اوكي طبعا بارفان جري. خلاص انت بقيتي عارفه ان انا بحبه يعني. ايوه كمان عجبني النود دوت بتاع الروج وكمان الشمعه. اكيد الشمعه فيش منها كلام. والبارفان ده بتاع ميس ديور. انت اكتر حاجه كده عجبتني. ايوه تستاهل ولا ما تستاهلش؟ ايه رايك؟ تستاهل يعني. اولا صراحه الاكسبيرينس كان حلو. التجربه كانت حلوه ان انت يعني على بتفتحي باب بالظبط متحمسه. انت يعني تخيلي بقى قاعده بتفتحي في ده كل يوم يوم بتفتحي وبتطلعي الهديه اللي جوه وبتتفاجئي بيها. احنا دلوقتي فتحناهم كلهم مع بعض واتفاجئنا بيهم وعجبونا كلهم الصراحه. مفيش ولا حاجه فيهم ما عجبتناش. فتخيلي انت قاعده بتفتحي حاجه كل يوم ففعلا اكسبيرينس حلوه جدا. بالظبط. وبحس انه هي بتحلو اكتر مع المشاركه يعني. زي مثلا احنا الاثنين قاعدين بنفتح احنا الاثنين فتحناهم مع بعض فحاسه انه برضو ده اداها يعني ادى الاكسبيرينس حاجه يعني. الاكسبيرينس بقت احلى بالمشاركه. غير كده الحاجه كمان يعني اللي عجبتني كلهم ان احجامهم صغيره. فبجد الحاجه دي عجبتني يعني ما تبقاش
ادفانتج لبعض الناس، بس انا بالنسبه لي انا حب الاحجام دي. انا كمان وبس كده يا حلوين، دي كانت كل حاجه للنهارده. اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا معانا احنا الاثنين واحنا قاعدين بنفتح حاجه ونتفاجئ بيها. استمتعت النهارده جدا وانا بفتح معاكم البوكس، واتمنى انتوا كمان تكونوا حبيتوا او كنتوا متحمسين معانا واحنا بنفتح. اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا. لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لو اول مره تشوفوني. باي باي باي.